عن عمرة بنت أرباط العدوية قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة ورأينا مصحف الذي قتل وهو في حجره، فكانت أول قطرة من دمه على هذه الآية: فسيكفيكه الله وهو السميع العليم. قالت عمرة: فما مات رجل منهم سويا. نعم، معروفون الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، معروفون الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، والذين قتلوا عثمان. فهؤلاء القوم لم يموتوا ميتة سويه،